بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 76. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة والدرس الجديد من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة، إذ قال رحمه الله تعالى في السترة في الصلاة واتخاذها، قال: وفيه: وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا في إذا صلى الإنسان وأمامه رجل جالس يستقبله بوجهه، قد كره بعض العلماء ذلك لأنه يشبه أنه يعظم هذا الرجل ويطلب منه شيئا من دون الله عز وجل، وإن كان ذلك لا يحصل من المصلي، وإنما التشبه بمن يعظمون غير الله سبحانه وتعالى، فلذلك كرهوا هذا العمل أن يستقبل وجه الرجل وهو يصلي. نعم. وفيه عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني لبينه وبين القبلة، وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله، فأنسل سلالا. نعم، هذا فيه ما يقطع صلاة المصلي إذا مر بين يديه المرأة والكلب والحمار. استنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك، فقالت: جعلتمونا كالكلب والحمار. ثم ذكرت رضي الله عنها أنها كانت تعترض أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، تعترض أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد كفت رجلها، وإذا قام من السجود عادت رجلها ممدودة وهي مضطجعة. فهذا فيه أن المرأة إذا كانت معترضة جالسة أو نائمة إن ذلك لا يؤثر، وإنما إذا مرت تمشي أمامه فهذا هو الذي جاء النهي عنه. نعم. وعن الفضل بن عباس قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه، فلم تؤخرا ولم تزجرا. نعم، هذا يبين أن مرور الكلب أو مرور الحمار
لا يقطع الصلاة ويبطلها، وإنما يكره ذلك كراهية. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. نعم، هذا فيه كما سبق أن هذه الأنواع الثلاثة يقطع مرورها بين يدي المصلي صلاته، فإذا جعل بينه وبينها شيئا مرتفعا، سترة مرتفعة مثل مؤخرة الرحل، فإن ذلك لا يضر مرورها من ورائها. دل على أن المصلي إذا اتخذ سترة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل أنه لا يضره من يمر من ورائها. نعم. وله في حديث أبي ذر: فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. نعم، الكلب الأسود خاصة، والمراد الأسود البهيم الذي ليس فيه لون غير السواد، هذا هو الذي يقطع الكلب والعلة يقطع الصلاة، والعلة في ذلك أنه شيطان، يعني من شياطين الدواب، الدواب لها شياطين. نعم. وعن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم، هذا دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فابن عباس مر بالأتان من أمام الصف، والصف سترته سترة الإمام، فلا يضر ما مر بين يدي الصف. نعم. ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة، يعني فصلى، إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. نعم، هذا دليل على أن المصلي لا يترك أحدا يمر بين يديه، بينه وبين سترته، لا دابة ولا غيرها، فإذا كان لا بد من المرور فإن المصلي يتقدم ويقرب من السترة حتى يدع فرصة للمار من ورائه. نعم. وعن أبي سعيد مرفوعا: لا يقطع الصلاة شيء، ودرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. لا يقطع الصلاة شيء، يعني بمروره، وادرأوا يعني ادفعوا من يمر ما استطعتم، فإن أبى إلا أن يمر فإنه شيطان، يعني شيطان من الناس منهم شياطين، والدواب منها شياطين، والجن منهم شياطين، فهذا من شياطين الإنس، قال الله جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولهذا إذا أبى المار أن يمر فإن المصلي يدفعه، فإن لم يندفع إلا بضربه فليضربه، قال صلى الله عليه وسلم: فليقاتله، يعني يضربه، فإن معه القرين، يعني الشيطان. نعم. وللبخاري: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. نعم، هذا فيه النهي عن رفع البصر إلى السماء والنظر في السماء وفي النجوم،
لأن هذا يشوش على المصلي صلاته، والمصلي المشروع أن ينظر إلى موضع سجوده ولا يسرح نظره إلى السماء أو إلى ما أمامه من المارة أو من المناظر، بل يقصر نظره على موضع سجوده، لأن هذا أضمن للخشوع في الصلاة. نعم. ولهما لا أكف شعرا ولا ثوبا. نعم، لا يكف شعرا شعر رأسه إذا كان له شعر مسترسل أو ظفائر، ولا ثوبه، بل يتركها تسجد معه، يترك الشعر يسجد معه والثوب يسجد معه ولا يكفه عند السجود. نعم. ولمسلم عن عائشة مرفوعا: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. نعم، لا صلاة يعني لا ينبغي أن يصلي وعنده طعام يشتهيه حتى يأخذ حاجته منه حتى يتفرغ للصلاة، لأنه لو دخل في الصلاة ونفسه تريد الطعام فإنها تشوش عليه الخشوع. ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط، لأن ذلك يشغله عن الخشوع في الصلاة، عليه أن يتفرغ من هذه الأشياء ويتوضأ ويدخل في الصلاة مطمئنا. نعم. وفي البخاري: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. هذا ابن عمر يعمل بالسنة رضي الله عنه، فإذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فإنه يبدأ بالطعام ويأخذ رغبته منه لأجل أن يدخل في الصلاة وهو مطمئن البال، لا ينشغل بشيء غير الصلاة. نعم. وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فدفعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. نعم، الشيطان عرض للرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته فأمسكه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا أن سليمان عليه السلام قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وكان سليمان قد سخرت له الشياطين، فلو أن الرسول نبينا صلى الله عليه وسلم أمسك الشيطان وربطه لأشبه ذلك سليمان فيما وهبه الله، فلذلك لم يربطه ولم يوثقه. نعم. وفيه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله الحديث. نعم، كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه في الصلاة وهو إلى جنبه، ويسلم بعضهم على بعض في الصلاة، ثم نسخ ذلك فأمروا بالسكوت، وحينما نزل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والقنوت هنا المراد به السكوت، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، واستقر الأمر على ذلك، أنه لا يتكلم في الصلاة، لا يتكلم مع أحد. نعم. وفيه أن أبا برزة صلى ولجام دابته في يده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ،
فلما انصرف قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 وشهدت تيسيره وإني وإن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. قال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. نعم، هذا فيه أن المسلم لو صلى وخطام دابته بيده والدابة تنازعه أن هذا لا يضر في صلاته، بل يمسكها لئلا تذهب وتضيع، ولا يضر هذا في صلاته، أو يمسك بخطام دابته لئلا تذهب وتضيع أو تؤخذ حفاظا عليها ولو كان في الصلاة. نعم. قال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. أما إذا أخذ ماله وهو يصلي فله أن يمنع السارق ويحافظ على ماله ولو أنه ترك الصلاة حفاظا على ماله، فهذا فيه أنه يجوز قطع الصلاة لأجل حفظ ماله لئلا يؤخذ. نعم. وفي مسلم مرفوعا إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، وللترمذي فليضع يده على فيه. التثاؤب من الشيطان، وهو يدل على الكسل، يدل على الكسل وعلى الخمول، فإذا جاءه التثاؤب فإنه يكظمه ما استطاع، فإذا لم يستطع وغلبه التثاؤب وهو في الصلاة فإنه يضع يده على فمه. نعم. أحسن الله إليه معالي الشيخ، وضع فمثوبتكم إلى هنا. نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس وهذا المجلس من شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح الفوزان ما تفضل به من هذا العرض والبيان. هذا يزيد الهريش، يترككم في رعاية الله وحفظه للمجلس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير والسلام.